بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن التحويل من NFA ل DFA. تمام، الطريقة اللي نستخدمها في التحويل من NFA ل DFA اسمها Subset Construction. تمام، الطريقة اللي نستخدمها في التحويل من NFA ل DFA اسمها Subset Construction. الطريقة دي مبنية على أساس إيه؟ الطريقة دي مبنية على أساس إن عدد العناصر الموجودة في ال DFA الجديد، لو مثلا اللي هي الكاردناليتي بتاعت Q of D، تمام، يعني Q of D اللي هي عدد اللي هي set of states، Q of D اللي هي set of states بتوع ال DFA الجديد، تمام، ما بين قوسين اللي هما الكاردناليتي بتاعتها، يعني عدد العناصر اللي موجودة فيها أو عدد ال states اللي هتبقى موجودة في ال DFA الجديد أقل من أو يساوي، تمام، عدد ال states اللي كانت موجودة أصلا في ال NFA القديم، تمام، أس 2. تمام، يعني مثلا لو ان اف اي كان في مثلا تو ستيتس زي كده، مثلا بي وكيو، فاقصى عدد ممكن من الستيتس اللي تبقى موجوده في الدي اف اي الجديد هو يساوي كام؟ 2 اس 2. تمام، او بمعنى اخر، عدد الستيتس اللي هتبقى موجوده في الدي اف اي الجديد، تمام، اقل من او يساوي عدد عناصر الباور سيت بتاعه ال ان اف اي. تمام، طيب فكره المساله او حل المساله هتيجي ازاي؟ هنكون كل السبسيتس الممكنه، كل السبسيتس الممكنه من السيت اوف ستيتس بتاعه ال ان اف اي اللي هي عناصر الباور سيت بتاعه ال ان اف اي. فلو عندي مثلا بي وكيو، فالسبسيت الممكنه من بي وكيو عباره عن فاي، ما اخدش اي حاجه منهم بي او كيو. تمام، ممكن اخد بي لوحدها، ممكن اخد كيو لوحدها، تمام، ممكن اخد بي وكيو. تمام، ودول الموجودين في العمود، دول الموجودين في العمود ده بيمثلوا عناصر الباور سيت بتاعه كيو اوف و كيو اوف ان. تمام، طيب وبعد كده هنشوف مع كل انبوت، يعني مثلا هنا عناصر السيجما 0 و1، تمام، هنشوف مع كل انبوت، تمام، السيتس دي او السبسيتس دي، تمام، السبسيتس دي بتروح لفين. يعني مثلا الفاي دايما بتبقى مع الزيرو او مع الواحد او مع اي انبوت بتروح لفاي، والفاي دي بتمثل الستيت بتاعت التراب في الدي اف اي. تمام، وشوف مثلا البي مع الزيرو بتروح لفين، تمام، ومع الواحد بتروح لفين. تمام، وهكذا لحد ايه ما نكون الجدول ده. تمام، بعد كده بنحدد حاجه اسمها الاكسسبيليتي. تمام، ايه الاكسسبيليتي؟ اللي هنشوف السبسيس دي، تمام، اقدر اوصل لها من الانيشال ستيت ولا لا. تمام، وبعد كده السبسيتس او العناصر اللي اقدر اوصل لها من الانيشال ستيت اللي هي اكسسبل، دي اللي هتبقى الستيت الفعليه اللي موجوده في الدي اف اي الجديد. تمام، طيب حل المسألة هيجي ازاي؟ مثلا مسألة زي دي، في البداية بنحل المسألة ازاي؟ أول حاجة بنكون الـ transition table. تمام، transition table هنكتب فيه في العمود ده، تمام، الـ subset الممكنة اللي ممكن أطلعها من الـ set of states بتاعة الـ NFA. تمام، طيب فانا عندي عندي تو ستيتس هي بي وكيو. تمام، فهتلاقي عدد عناصر الباور سيت بتاعتها بيساوي كام؟ بيساوي 2 اس 2 اللي هي 4. تمام، ايه السبسيتس الممكنه من بي وكيو؟ عندي فاي وعندي بي لوحدها، تمام، وعندي كيو لوحدها، وعندي بي وكيو. تمام، بعد كده في الصف ده، تمام، بنحط العناصر السيجما اللي هي 0 و1. تمام، واخر عمود هنا بنحدد الاكسسبيليتي بتاعه كل سبسيت من السبسيت. تمام، الفاي دايما مع اي انبوت بتروح لفاي. تمام، التراب ستيت دايما ايه بترجع لنفسها مع اي انبوت. تمام، الاكسسبيليتي دايما بنحددها في الاخر. تمام، هنشوف البي مع الانبوت 0 بتروح لفين. لو بصينا في الرسمه هنلاقي ان البي مع الزيرو بتروح لبي، تمام، وما تروحش لاي مكان تاني، فالبي مع الزيرو، تمام، بتروح لبي. تمام، طيب البي مع الواحد، البي مع الواحد ممكن تروح لبي وممكن تروح لكيو. ففي الحاله دي البي مع الواحد هتروح لست، تمام، فيها بي وكيو. لازم اكتبها بالشكل ده، لازم اكتبها بين عناصر المجموعه. تمام، طيب الكيو مع الزيرو ما بتروحش لاي مكان، ومع الواحد ما بتروحش لاي مكان، فمع الزيرو بتروح لفاي ومع الواحد بتروح لفاي. تمام، بعد كده البي والكيو، البي والكيو، تمام، الست دي فيها بي وكيو، فممكن اجيبها من اتحاد اليونيون بتاع
يعني مثلا البي وكيو مع الزيرو بتروح لفين، ممكن اجيبها من اتحاد البي مع الزيرو بتروح لفين مع اتحاد الكيو، او اتحاد الكيو مع الزيرو بتروح لفين. تمام، فبي وكيو مع الزيرو بيروح لفين، بيروح لاتحاد البي مع الفور. تمام، فهتبقى بي. تمام، طيب والبي كيو مع الواحد بيروح لفين، اتحاد اللي بتروح له البي مع الواحد مع اللي بتروح له الكيو مع الواحد، فاتحاد البي وكيو مع الفور بيبقى بي وكيو. تمام، طيب بعد كده اخر حاجة هنحددها في الجدول ده اللي هي الاكسسبيليتي. تمام، الاكسسبيليتي معناها هنا، تمام، اقدر اوصل لها من الانيشال ستيت ولا لا. تمام، فالانيشال ستيت هنا عندي ايه في راس مالي بي. طيب لو كان مثلا البي دي مثلا بابسلون او باي طريقة تانية ممكن ايه توصل لستيت تانية، او في اكتر من ستيت تقدر توصل لها من البداية من غير ما تدخل اي كاركترز او اي سترنجات. تمام، في الحالة دي هتبقى الانيشال ستيت هي ايه الست اللي فيها ايه، يعني مثلا لو كانت بي مثلا مع ايبسلون مثلا بتروح لار، مثلا مع ايبسلون بتروح لار. تمام، في الحاله دي هتبقى الانيشال ستيت بي وار. تمام، لكن في الرسمه بتاعتنا هنا مفيش غير بي بس اللي اقدر اوصل لها من البدايه. تمام، بدون ما ادخل اي انبوت. ففي الحاله دي الانيشال ستيت هتبقى البي. تمام، وفي الحاله دي اكيد الانيشال ستيت اكسسبل، اقدر اوصل لها من الانيشال ستيت لان هي اصلا الانيشال ستيت. تمام، طيب بعد كده الانيشال ستيت اللي هي بي دي اقدر اوصل لها، اقدر اوصل منها اللي بي نفسها اللي انا محددها اصلا اكسسبل. تمام، وتقدر توصل لبي وكيو، في الحاله دي بي وكيو هتبقى اكسسبل برضه. تمام، بعد كده استلم البي وكيو. تمام، البي وكيو مع الزيرو بتروح لبي، فبي هتبقى اكسسبل وانا اصلا محددها اكسسبل. تمام، وبتروح لبي وكيو اللي انا اصلا محددها اكسسبل. تمام، بعد كده مفيش اي حاجه هتبقى ايه اكسسبل من الانيشال ستيت، يعني الفايند مش هتبقى اكسسبل والكيو مش هتبقى اكسسبل. تمام، في الحاله دي كل السبسيت اللي بقت اكسسبل او اللي طلعت معايا اكسسبل في الحاله دي هي اللي بتمثل السيتس اللي موجوده في الدي اف اي الجديد. يعني الدي اف اي الجديد هيبقى فيه تو ستيتس. تمام، دول السبسيت اللي تبقى اكسسبل في الجدول هنا. تمام، هتمثل الستيتس بتوع الدي اف اي. تمام، طيب هنبص هنا الانيشال ستيت عباره عن بي. تمام، وادخلها سهم كده اهو. تمام، والبي مع الزيرو بتروح لبي، هترجع لنفسها بالزيرو. تمام، مع الواحد بتروح لبي وكيو. تمام، فدي هتبقى بي وكيو. تمام، طبعا انا في البدايه هرسم عدد، هرسم الاستيس كلهم كده واكتب بي هنا وبي وكيو هنا اهو. تمام، بعد كده اشوف مع كل انبوت بتروح لفين. البي مع الزيرو بتروح بترجع على بي. تمام، ومع الواحد بتروح لبي وكيو. تمام، وبي وكيو مع الزيرو بتروح لبي، بترجع تاني على بي. تمام، ومع الواحد ايه ترجع على نفسها ايه بي وكيو. تمام كده خلصنا الدي اف اي، بس بقى حاجه واحده اخر حاجه اللي هي هنحدد الفاينل ستيتس بتوع الدي اف اي الجديد. الفاينل ستيتس بتوع الدي اف اي الجديد هي كل الستيتس اللي بتحتوي على، كل الستيتس اللي بتحتوي على الفاينل ستيتس بتوع الان اف اي القديم كعناصر. تمام، يعني مثلا الفاينل ستيت بتاعت الان اف اي القديم كانت كيو. تمام، فهنبص هنا في الستيتس بتوع الدي اف اي الجديد. تمام، وكل كل ستيت بتحتوي على الفاينل ستيت القديم هتبقى فاينل ستيت، يعني هنا بي وكيو هتبقى فاينل ستيت. تمام، ده حل المسألة الأولانية. تمام، المسألة التانية نفس النظام. في البداية نرسم الجدول. تمام، طبعا انا عندي تو ستيتس. تمام، فهتلاقي الجدول فيه كام صفر، هتلاقي فيه 4 صفوف. تمام، الصف الاول بيمثل فاين، دول طبعا السبسيتس. تمام، فاي وواحد اكتبها بين قوسين مجموعة. تمام، واتنين ما بين قوسين مجموعة، بعد كده واحد واتنين. تمام، بعد كده مع كل الانبوت، طبعا الانبوت عندي A يا B. تمام، وهو عناصر السيجما. تمام كده بنحدد الاكسسبيليتي. تمام، الفاي طبعا دايما مع اي انبوت تروح لفاي. تمام، هنبص على الواحد هنا، الواحد مع الاي بتروح لفين، الواحد مع الاي بترجع لنفسها وممكن تروح لاتنين. تمام، فمع الاي ممكن تروح لواحد واتنين. تمام، الواحد مع البي ممكن تروح لفين، الواحد مع البي ما جراش تروح غير لمكان واحد بس اللي هو الاتنين. تمام، فهتبقى هنا اتنين ما بين قوسين مجموع الاتنين. طبعا الاتنين مع الاي
مفيش اي ترانزيشن مع الاي، تمام، الاثنين مع الاي ما بتروحش لاي مكان، فهتروح لفاي، تمام، والاثنين مع البي ممكن تروح لواحد، تمام، فاكتب واحد هنا بتقسم مجموعة الواحد والاثنين، تمام، الواحد واثنين، تمام، هنجيبها من اتحاد الصفين بتوع الواحد والاثنين، فالواحد واثنين مع الاي بتروح لواحد اثنين اتحاد الفاي اللي هي واحد واثنين، تمام، وواحد واثنين مع البي بتروح لاتحاد الصفين دول الاثنين والواحد، تبقى واحد واثنين برضو، تمام. طيب بعد كده نحدد الاكسسبيليتي، فين الانيشال ستيت؟ هنا الانيشال ستيت هي الواحد، تمام، الانيشال ستيت هي الابسلون كلوجر بتاعت الواحد، الابسلون كلوجر بتاعت الواحد هي الواحد نفسها، تمام، فالواحد نفسها هتبقى هي الانيشال ستيت، هتبقى اكسسبل اكيد، تمام. بعد كده الواحد بتروح لواحد واثنين، فالواحد واثنين هتبقى اكسسبل، تمام، وبتروح لاثنين، فالاثنين هتبقى اكسسبل. بص بعد كده على الواحد واثنين والاثنين اللي ظهروا معايا هنا، تمام، الواحد واثنين بتروح لواحد واثنين، وواحد واثنين هيبقوا هما الاثنين اكسسبل، فالواحد واثنين اصلا محدد اكسسبل، تمام. بعد كده الواحد كان بتروح لاثنين، فالاثنين اي حاجه بتروح لها هتبقى اكسسبل، بتروح لفاي فهفاي احددها اكسسبل، وتروح لواحد اللي انا اصلا محدد اكسسبل، تمام. فببص كده لقيت كل السب سيت، تمام، كل السب سيت بقت اكسسبل. في الحاله دي كل السب سيت دي هتظهر معايا كستيتس في الدي اف اي جديد، يبقى الدي اف اي جديد هيبقى فيه 4 ستيتس، تمام. الستيت الاولانيه دي بتمثل مثلا الفاي، الستيت دي بتمثل الواحد، دي بتمثل الاثنين، دي بتمثل واحد واثنين، تمام. طبعا الانيشال ستيت هي الواحد، محددة من هنا انيشال، تمام. الواحد مع الاي بتروح لواحد واثنين، يبقى مع الاي هتروح لواحد واثنين، ومع البي بتروح لاثنين، يبقى مع البي بتروح لاثنين، والاثنين مع الاي بتروح لفاي، يبقى اثنين مع الاي بتروح لفاي، واثنين مع البي بتروح لواحد، ترجع تاني هنا على الواحد، تمام. بعد كده واحد واثنين مع الاي والبي بيروحوا لواحد واثنين، واحد واثنين مع الاي ومع البي بيروحوا لواحد واثنين، تمام. طيب بعد كده بعد ما رسمت الستيتس وحددت الانيشال ستيت، بعد كده احدد الفاينل ستيت. الفاينل ستيت اي ستيت فيها الواحد هتبقى فاينل ستيت، فالواحد نفسها هتبقى فاينل ستيت، تمام، وواحد واثنين هتبقى فاينل ستيت، تمام. ده ال ان اف ايه الجديد، تمام. المسألة الأخيرة، طبعا يعني نفس الفكرة، بس هنا هبص هلاقي ايه، هلاقي عندي 3 ستيتس، فهبص الجدول هتلاقي فيه 8 صفوف، تمام. طبعا دول السبسيتس، طبعا فاي، وواحد لوحدها، واثنين لوحدها، وثلاثة لوحدها، وواحد واثنين، وواحد وثلاثة، واثنين وثلاثة، بعد كده واحد واثنين وثلاثة، تمام. شوف مع ال، طبعا عندي الانبوتس A و B، ادي A وادي B، تمام. بعد كده احدد الاكسسبيليتي، تمام. الفاي طبعا دايما مع ال A ومع ال B بيروحوا ايه، الفاي بتروح لفاي، والواحد مع ال A، هبص الواحد مع ال A ممكن اتحرك مع ال A لتلاتة، تمام، ممكن اتحرك بإبسلون A لواحد، تمام، ممكن اتحرك بإبسلون A إبسلون لاتنين، تمام. في الحالة دي الواحد ممكن تروح بالـ A لواحد واتنين وتلاتة، تمام. الواحد مع الـ B، تمام، الواحد مع الـ B مع الـ إبسلون، مفيش أي ترانزيشن إبسلون B مثلا هنا، تمام، متقدرش تتحرك هنا بالـ B، تمام. فالواحد مع الـ B بتروح لفور،
تمام. الاثنين مع الايه، الاثنين مع الايه، ممكن تروح لواحد تمام، وممكن تروح مع ايه ايبسلون لاثنين تمام. يبقى الاثنين مع الايه بتروح لواحد واثنين تمام. مع البي الاثنين مع البي من الرسمة طبعا ايه، مفيش اي ترانزيشن مع البي، فمع بي بتروح لفور تمام. التلاتة مع الاي ممكن تروح لاثنين تمام، بعد كده مفيش اي ترانزيشن تاني مع الاي تمام. يبقى التلاتة مع الاي بتروح لاثنين تمام. و تلاتة مع البي ممكن تروح لنفسها تمام، ممكن تروح لاثنين تمام. يبقى بتروح لتلاتة واثنين، او اثنين وتلاتة بالترتيب ده تمام. يبقى التلاتة مع البي بتروح لنفسها، ومع البي بتروح لاثنين تمام. طبعا الواحد واثنين هجيبها من فوق هنا، الواحد واثنين هتروح طبعا الواحد واثنين تلاتة اتحاد الواحد واثنين، هتبقى واحد واثنين وتلاتة تمام. والواحد واثنين مع البي بتروح لاتحاد الفاي مع الفاي بالفاي تمام. وواحد وتلاتة هجيبها من الصف ده والصف ده تمام، هتروح طبعا لواحد واثنين وتلاتة، وواحد وتلاتة مع البي بيروحوا لفاي اتحاد اتنين وتلاتة، هتبقى اتنين وتلاتة تمام. واتنين وتلاتة هجيبها من اتحاد الصفين دول اتنين وتلاتة، مع الايه بتروح لواحد واتنين اتحاد الاتنين، فهتبقى واحد واتنين تمام. ومع البي بتروح لفاي اتحاد اتنين وتلاتة، هتبقى اتنين وتلاتة تمام. والواحد واتنين وتلاتة هجيبها من اتحاد تلات صفوف دول تمام، واحد واثنين تلاتة، تبقى واحد واثنين تلاتة اتحاد واحد واثنين اتحاد اثنين، هتبقى واحد واثنين تلاتة. مع البي هتبقى اتحاد الفاي مع الفاي مع اثنين وتلاتة، هتبقى اثنين وتلاتة تمام. طيب هبص بعد كده على الاكسسبيليتي. الاكسسبيليتي هحددها في البداية بتحديد الانيشال ستيت الجديدة في الدي اف اي. الـ Initial State في الـ NFA القديم كانت واحد، بس الـ Epsilon Closure بتاعت الواحد اللي هي كل الـ States اللي أقدر أوصلها من الواحد باستخدام الـ Epsilon، وهي عبارة عن الواحد وأي أي State أقدر أوصلها بـ Transition Epsilon. فهتلاقي الـ Initial State في الـ DeFi الجديد عبارة عن الواحد، والواحد ممكن بالـ Epsilon تروح لاتنين تمام. فالـ Initial State هتبقى إيه، الواحد واتنين تمام، مش هتبقى الواحد نفسها تمام. يبقى الواحد واتنين حددها accessible، وأي حاجة تقدر توصلها تبقى accessible. الواحد واتنين تمام، الواحد واتنين بالايه بيروح الواحد واتنين وتلاتة، يبقى الواحد واتنين وتلاتة تبقى accessible تمام. وبتقدر تروح للفاي، يبقى الفاي تبقى accessible تمام. طيب بعد كده الفاي والواحد واتنين وتلاتة اللي ظهروا معايا الجداد دول هبص عليهم. الفاي طبعا بتروح لفاي، فهتبقى accessible لوحدها تمام. واحد واثنين وثلاثة اللي انا حددتها اكسسبل بتروح لواحد واثنين وثلاثة اللي هي متحددة اكسسبل، وتروح لاثنين وثلاثة، يبقى الاثنين وثلاثة تبقى اكسسبل تمام. اثنين وثلاثة بتروح لواحد واثنين واثنين وثلاثة، فالواحد واثنين هتبقى اكسسبل، واللي واحد واثنين اصلا انا محددها اكسسبل كده تمام. مفيش اي حاجة جديدة ظهرت معايا، فهيبقى اللي هيبقى الدي اف اي الجديد فيه الاربعة ستيتس دول، هي فاي وواحد واثنين واثنين وثلاثة وواحد واثنين وثلاثة تمام. الاربعة ستيتس هون تبقى واحد واثنين من قوسين مجموعة تمام، و اثنين وثلاثة، وواحد واثنين وثلاثة والفاي تمام. في البداية الواحد واثنين مع ال A بتروح مع ال A بتروح لواحد واثنين وثلاثة، الواحد واثنين مع ال A بتروح لواحد واثنين وثلاثة طبعا حددها initial state تمام. طيب ومع ال B الواحد واثنين بتروح ل 4، يبقى دي مع ال B بتروح ل 4. و بعد كده ال 2 و 3 مع ال A بتروح لواحد واثنين، 2 و 3 مع ال A بتروح لواحد واثنين تمام. ومع ال B بتروح ل 2 و 3، هترجع نفسها من B تمام. وواحد واثنين وثلاثة مع ال A بتروح لواحد واثنين وثلاثة، مع ال A هترجع لنفسها تمام. ومع ال B بتروح لاثنين وثلاثة، مع ال B بتروح لاثنين
و3، تمام. طبعا الفاي مع الفاي طبعا انا محدد اكسسبل، فهتبقى مع ال A وال B ترجع ل فاي، تمام. طبعا انا في ال DFL قبل كده انا نسيت اعمل الترانزيشنز بتاعة الفاي، مع الفاي مع ال A وال B بترجع ل فاي، تمام، ترجع لنفسها دايما، تمام. باقي اخر خطوة ان انا احدد الفاينل ستيتس بتوع الديف الجديد، الفاينل ستيتس اي ستيت فيها 2، تمام. فانا بص هنا هلاقي هنا في 2، فدي هتبقى فاينل ستيت، تمام، ودي فيها 2 فهتبقى فاينل ستيت، ودي فيها 2 فهتبقى فاينل ستيت، تمام. ده الحل النهائي، تمام. شكرا وبالتوفيق.